بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرسة إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يصيح في قبره فمضى إليه وقال: إن هذا زارني مرة ولا بد. رحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ. وقال رضي الله عنه: عثر حسين الحلاج عثرة فلم يكن في زمنه من يأخذ بيدي، ولو كنت في زمنه لأخذت بيدي، وأنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة. آخذ بيده كلما عثر حيا وميتا، فإن فرسي مسرج ورمحي منسوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه: أنا نار الله الموقدة، أنا سلاب الأحوال، أنا بحر بلا ساحل، أنا المحفوظ، أنا الملحوظ، يا سوام يا قوام. يا أهل الجبال دكت جبالكم، يا أهل الصوامع هدمت صوامعكم، أقبلوا إلى أمر من أمور الله. يا رجال يا أبطان يا أطفال، هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له. يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض، يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة، وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة، ولتسمى على عيني وعزة ربي: إن السعداء والأشقياء يعرضون علي ويوقفون لدي، وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم. أنا غائس في بحر علم القديم، أنا حجة الله عليكم يوم الأرض، أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه، يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. تكلم يسمع منك، قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بحقي عليك اشرب، وما أكلت حتى قيل لي بحقي عليك كل، وأمنتك من الردى تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها، وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون الحاجبين، عريض الليحة طويلها، عريض الصدر نحيف البدن، ربع القامة، جوهري الصوت، بهي الصوت، سريع الدمعة، شديد الخشية، كثير الهيبة، مجاب الدعوة، كريم الأخلاق، طيب الأعراق، أبعد الناس عن الفحش وأقربهم إلى الحق، شديد البأس إذا انتحك مهارم الله عز وجل، لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربه، ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه. وكان التوفيق رائدا، والتعييد معارضة، والعلم مهذبة، والقرب مؤيدة، والمحاضرة كنزة، والمعرفة حرزة، والخطاب مسيرة، واللحظ سفيرة، والأنس نديمة، والبسط نسيمة، والصدق راية، والفتح بضاعة، والعلم ضيعة، والذكر سميرة،
والمكاشفة غذاءه والمشاهدة شفاء، وآداب الشريعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة، قدمه التفيض والموافقة مع التبري من الحول والقوة، وطريقه تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية، بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء. وكانت عبوديته مستمدة من محض كمال الربوبية، فهو عبد سمع مصاحبة التفرقة إلى مرافقة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، وأحواله أظهر من شمس الظهيرة. وكانت وفاته دامت علينا بركاته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500، وعمره 91 سنة، ودفن ببغداد، وقبره ظاهر يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه، ونفعنا به أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.